حلقة من الحلقات كنا بنتكلم عن الزعل والحزن وقد إيه الحزن بيأثر علينا، فكان في فيديو بعنوان أخطر 7 أمراض بيجوا نتيجة الزعل. تقولش الفيديو ده بقى كل ست لقت فيه ضلتها؟ الفيديو في أيام قليلة جدا دخل على 3 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات، والستات يعني داخلين يشوفوا الأمراض اللي عندهم جاية من الزعل ولا لأ، وكله بيثبت ويقر إنه أيوة صح، أنا الورم ده جالي من الزعل، ده أنا الضغط جالي من الزعل، أيوة أنا زعلت وجالي السكر، أيوة أنا زعلت وجالي كل كده حزمة من الأمراض. ربنا يشفيكم ويعافيكم ويبعدها عنكم. الحقيقة إنها جت نتيجة الزعل، وبناء عليه لما لقينا الموضوع ده بيهم الستات قوي للدرجات دي قلنا لا احنا لازم نكمله. ازاي نخرج طاقة الزعل اللي جوانا؟ الستات بتكلمنا يعني بيلاقوا ابتلاءات كتيرة وشديدة، وكتير منهم بيقعدوا يقولوا الحمد لله، يعني هي بتكلمنا تقول الحمد لله جالي كذا، انا الحمد لله فقدت ابني، انا الحمد لله عندي ورم. كل هذه يعني الابتلاءات الشديدة والصعبة بتجيلنا، إنما كمان في ناس بيدوروا على الغم بإبرة، يعني هي لو ما لقيتش حاجة تزعلها تقولك تنكد على نفسها بأي حاجة وخلاص. احنا عايزين نعرف نخرج من الزعل ازاي، طاقة الزعل دي نخرجها ازاي. واحدة بتاكل تطلع همها في الأكل، واحدة تانية تقولك بنزل اشتري لبس واشتري هدوم ومش عارفة ايه، واحدة تالتة صوت وبتلطم وبتشق الهدوم للديل، واحدة رابعة بتكتم جواها، وأخطر حاجة الناس اللي بتكتم جواها. الحقيقة إحنا عايزين نعرف طريقة التنفيس، عاملة زي القدرة كده اللي بتقعد قدرة الفول كده على البوتاجاز بتقعد تطلع صوت فظيع كده، ولازم تطلع كده دخان منها. ننفس كل الزعل من جوانا ازاي، وايه الطريقة الأسلم والأمثل؟ هسأل مروة الصعيدي ضيفتي اللي بتنورني دايما. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك يا دعاء. بتخرجي الزعل ازاي مروة؟ يا بصي، في طرق كتيرة جدا بنخرج بيها الزعل، بس المشكلة بقى انه الزعل عند الست مختلف عن الزعل عند الراجل. الراجل بيحب يبان انه هو قوي ومتماسك ومش زعلان وانه مش فارق معاه، الستات لا، الست دايما الاول يعني تحس انها بتلوم نفسها، وبعد كده في ستات زي ما انت قلتي بتكتم جواها، واللي بتكتم جواها دي بقى هي اللي بيجي لها مرض من اخطر 7 أمراض اللي احنا قلنا عليهم الحلقة اللي فاتت. التنفيذ بقى ليه طرق كتيرة جدا، منها طرق بسيطة وسهلة، وكل ما الزعل بقى مركب أكتر كل ما طرق التنفيذ بتاعته بقت أعلى شوية أو أصعب شوية. لكن مبدئيا كده أسهل حاجة لما تلاقي نفسك إنك متضايقة جدا، تمام، الزعل هو الحاجة الوحيدة اللي لما بتتقسم بتصغر جدا. فإحكي، اتكلمي، ما عندكيش يعني حد. إيه بتتقسم؟ يعني السعادة لما بتوزعيها على اللي حواليكي بتزيد، الزعل لما بوزعه على الناس القريبين بيقل بيصغر. ده غير ان الزعل اصلا يا دعاء زي ما انا قلت قبل كده بيتولد كبير جدا، تحس ان هو بلعك وبلع الكون كله، ومع الوقت بيفضل يقل 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 لحد لما يبقى نقطه في الذاكره. انا فاكره انه الموضوع ده كان مضايقني الفتره دي، لكن ما بتبقيش في نفس الاحساس بتاعه طبعا. تمام. الحاجه الثانيه انه الحاجة كل ما هتكبريها هتكبر عليك لحد ما تبلعك. ابسط حاجة حالات الوفاة او الفقد، تمام، واعلى حاجة في حالات الوفاة والفقد بيبقى الام او الاب او الاخ او الزوج او الابن طبعا. تمام. طول ما انت شايفة الموضوع والبلوى دي قدامك وعندك حالة رفض او عدم تقبل للامر الواقع، طول ما هتفضل بلعاكي. أول حاجة خلاص هو بقى أمر واقع، فدايما بنحاول نعلم الناس يتقبلوا الموضوع، يتقبلوا الوضع اللي سبب الحزن ويتسامحوا معاه. ده بيقلل جزء كبير جدا من الضغط النفسي، لأنه هي أصلا حاجة مش في إيدي. يعني فاهمة قصدي؟ هي حاجة مش في إيدي. في ناس كتير جدا، أمهات وأبهات، بيلوم نفسه مثلا ان انا امي كانت تعبانه ما اسعفتهاش، او ابويا ما كنتش معاه، او ابني ما لحقتوش، او يا ريتني عملت، او يا ريتني سويت. هو قدر. مهما عملتي، فجزء البليمنج ده واللي بنلوم فيه نفسنا ده لما بتتقبليه بيشيل جزء كبير من الزعل ده. تمام. في حزن تاني بيتعالج بالعلاجه الكتابيه او الجورناليست، وده نوع من انواع العلاج مهم جدا،
ان احنا نكتب اللي مضايقنا كله بالاحساس بتاعنا، انا متضايقه عشان حصل كذا يوم كذا ورد فعلي ما كانش عاجبني واللي قدامي قال لي وقال لي وقال لي، وده برضو نوع من انواع اللي بنستعمله في حاجه اسمها تحرير المشاعر. انا بطلع مشاعر الزعل والغضب اللي جوايا، ودايما يقول لك اكتبي كل اللي مضايقك وبعد كده قطعيه او احرقيه. يوم اتنين تلاتة سبعة ايام بتلاقي بعد كده لما بتفتكري الموضوع هو مش مؤثر فيكي اصلا، ما بقاش مزعلك. وعلى فكرة الجورناليست او الكتابة العلاجية دي متبعة في مصحات نفسية وفي مستشفى العباسية كمان. ياه. طبعا. الكتابة العلاجية. الكتابة العلاجية. ورقة واكتبي. ورقة واكتبي. في الدعم النفسي احيانا في بهية اما بقعد مع المحاربات اقول لها لو في قصة عايز تكتبي حدوتة انت البطلة بتاعتها. احكي لي الحدوتة او اكتبي لي القصة دي. فبتبتدي تعرفي منها هي حاسة بايه بالظبط. او ايه اللي مضايقها او شايفه نفسها ازاي. الكتابه بتبين حاجات كتيره جدا ممكن يبقى الواحد مش قادر يحكيها كلها. صحيح. تمام. اللي عايز بقى يعيط وحاسس انه هينفجر ويعيط، وفي ناس تقول لك لا انا ما عيطش انا دموعي غاليه قوي، لا انت لازم تعيط لان هي الدموع نفسها ربنا خلقها للتنفيذ. سواء للفرح او للحزن. لا وفي ناس تقول لك ما تعيطيش. لا ازاي ما تعيطيش انت مؤمنه ما تعيطيش، ايه العلاقه يعني؟ علاقه ان انا مؤمنه بان انا اعيط، ما هو ربنا خلق لي قنوات دمعيه يا جماعه عشان اعيط. والعياط فعلا بيعمل ريليسنج، بيعمل تنظيف، نوع من انواع التنفيس اللي انت بتقولي عليه بتاع الحاله البريستو او القدره ده اللي بتطلع البخار، ما هو بيطلع في العياط.